اهلا بحضراتكم من جديد، برحب باتنين ضيوف النهارده. يعني واحد من المدربين المميزين جدا، ويعني حاجه حلوه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، كابتن تامر حسن المدير الفني لفريق 2008. شرفنا ونورنا كابتن تامر. انا شرف كبير ليا، ومبسوط ان انا موجود معاكم، ومبسوط كمان موجود ان انا مع مانو. وش يا كده، يا رب يخليك وتعلم منك حبيبي. معانا واحد ايضا من اللاعبين المميزين في فريق 2008، وتم انضمامه من وادي دجله لفريق 2008 السنه دي، عبد الرحمن مانو. شرفنا ومنورنا يا عبد الرحمن. شرف ليا والله. قول لي، مانو ده اسم الشهره ولا في الاسم نفسه؟ لا، هو اسم الشهره. اسم الشهره ده مين اللي اطلقه عليك ده؟ لا، ده جدي يعني. جدك هو اللي سماك مانو؟ طيب ماشي. نبدا مع كابتن تامر حسن. كابتن تامر، طمنا على فريق 2008. ما شاء الله فريق مميز في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ما شاء الله دلوقتي انتوا كمان متصدرين بطوله الجمهوريه، وبطوله الجمهوريه بطوله قويه السنه دي، واول سنه يعملوا ل 2008 بطوله جمهوريه. السنه دي خاصه كانت دايما السن اللي بيبقى يعني تحت 2007 كان تبقى بطوله منطقه، لكن السنه دي عملوها جمهوريه. هو انا جيت متاخر شويه على الفريق ده، مجموعه كويس قوي، مجموعه واعده 2008. جيت على ماتش اهلي وزمالك، بقى لنا حوالي دلوقتي انا شغال معاهم شهرين. انت دخلت على ماتش سهل يعني. اهلي وزمالك في زمالك كمان. عملتوا ايه في الماتش ده؟ كسبنا 2-0 الحمد لله. وشك حلو. كانت بدايه كويسه، وهم مجموعه كويسه قوي وعاده. انت عارف السن ده انت بتبدا تاسس فيه، لان بعد البراعم فانت بتبدا تاسس فيه الهويه بتاعت النادي الاهلي. سواء ثقافة الفوز، اسلوب اللعب اللي انت عايز تنتهجه مع الولاد دي، صناعة لعيبة اذكياء، ان هم يقدروا ان هم يخلقوا لنفسهم اسلوب معين وهوية معينة. فانت السن ده سن صعب، لان انت بتبدا تاسس فيه حاجات بعد كده الولاد هيكبروا عليهم. لكن هم بسم الله ما شاء الله سن واعد وسن كويس، وان شاء الله يطلع منهم احسن من كده كمان ان شاء الله. عبد الرحمن، بدايتك السنه دي مع النادي الاهلي، تم انضمامك من وادي دجله مع مجموعه اللاعبين اللي تم انضمام من وادي دجله. صحيح. قول لي بقى، مع بدايتك مع النادي الاهلي انت ما شاء الله دخلت في الفرقه بسرعه، وواحد دلوقتي انت من هداف الفريق، مركزك الاول ايه؟ وينج ليفت. وينج ليفت. قول لي بقى، الانضمام تم ازاي؟ النادي الاهلي كان بيتابعك لما عرفت انك هتنضم للنادي الاهلي؟ والله الفضل الكابتن خالد بيبو اللي هو كان حاطط عينه عليا من الاول. ودخلت في المنظومه بسرعه الحمد لله، بفضل طبعا كابتن علاء وكابتن محمد صلاح اللي كانوا معانا في اول السنه. زي ما حضرتك عارف كابتن تامر جه متاخر. كابتن تامر دخل على ماتش سهل، ماتش الزمالك في الزمالك. فدخلت في المنظومه الحمد لله بسرعه، وكان كل حاجه مختلفه يعني. مين اللي بلغك في الاول لما قال لك انت كابتن خالد بيبو عين عليك والناس عينهم عليك وهتنضم للنادي الاهلي؟ الخبر يعني جالي منين؟ جالي من بابا، حد كلمه من النادي الاهلي. صراحه ولدك عجبنا وبتاع. بس شعورك بقى خطوه من وادي دجله للنادي الاهلي؟ مبسوط قوي يعني، النادي الاهلي يطلبك من وانت قد كده. شرف كبير يعني. تمام. كابتن تامر، وانت بتتكلم عن 2008، سن طبعا مش سهل التعامل مع السن ده، لكن انت ما شاء الله متمرس. الحمد لله. في قطاعات الناشئين ليك تجارب قبل كده ناجحه جدا، سواء مع منتخبات مصر ومع الجيل واحد من العناصر المميزه، جيل محمد صلاح. جيل محمد صلاح. قريب جدا كان عندنا ماتش ضد سموحه في اسكندريه، وانا متعود ان انا اعرض لهم حاجه دايما كده، فيديوهات. بس ما كنتش قبل المباراه، قبل مباراه سموحه كانت في اسكندريه، فاحنا كنا قاعدين في الفندق فبنعمل اجتماع كده بعد العشاء. حلو. بس قلت لهم المره دي انا مش محضر لكم حاجه، كنت بحضر لهم حاجات عن التاكتكس وكده، بفرجهم على فيديوهات في مراكز معينه. جيت قلت لهم انا مش المره دي مش محضر حاجه بصراحه، بس هفرجكم على حاجه مختلفة. وريتهم فيديو كان موجود لصعود محمد صلاح وحجازي والنني لكأس العالم. وانا كنت مصور الفيديو ده من جوه الاتوبيس. حلو. ده لما كانوا معاك وهم لسه اولاد صغار، كان منتخب الشباب. كان منتخب الشباب، وكنا وصلنا كان حجازي وصلاح وايمن اشرف والنني واحمد الشناوي ومحمد عواد، احمد نبيل مانجا. فرجتهم قلت لهم ان شاء الله باذن الله تبقوا زيهم كده، الناس دي كان عندها هدف ووصلوا له، فانتوا كمان لازم يبقى عندكم هدف ووصلوا له. الحمد لله يعني كانت جرعه موتيفيشن كويسه. حلو قوي. فالحمد لله ربنا كرمنا تاني يوم وكسبنا 3 الحمد لله. كويس. قول لي بقى، عايزين نتكلم اكتر عن مسابقه 2008. بطوله قويه
تدخلت تبالك كم مباراه دلوقتي مع الفريق؟ انا دلوقتي حوالي 12 او 13 مباراه. كويس. الاهلي متصدر. الاهلي احمد معانا جدول المسابقه يا شباب، يا ريت لو معانا طيب اول ما يجهز يا ريت تعرضوا لنا الجدول علشان نشوف ترتيب الاهلي طبعا في الصداره ونشوف الفرق الاخرى. قول لي بقى، عايزين نتكلم اكتر عن المباريات بقى. بص يا كابتن اسامه، طبعا النادي الاهلي بيلعب على المكسب، وده شيء اساسي، لكن المكسب بدون هويه، فاهم؟ هي دي المشكله. انت لازم دلوقتي في السن ده اصلا ان تزرع الهويه جوه اللعيب. لازم تكسب كمان باسلوبك. حلو. السن ده بس عايز اقف عند النقطه دي. كابتن تامر حسن واحد من ابناء النادي الاهلي. اه طبعا. واحد من اللي لعبوا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، متربي فعارف اسلوب النادي الاهلي. انا جيلي وليد صلاح الدين، هادي خشبه، احمد عبد الفتاح، فاحنا متربيين جوه النادي الاهلي على الـ 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 الصفه دي. احنا ما كنا بنتعادل زي الخساره يعني، لكن هي دي ان انت تزرع ثقافه الفوز اللي موجوده. بس دلوقتي كمان في ثلاث حاجات لازم هم يتعلموهم كويس اللي هو في السن ده. اولا الاداء الفردي بوظائف المراكز، بالاداء المهاري المفروض ان انت تعمله، الاداء الجماعي بروح الجماعه بالتعاون اللي موجود، لان في حاجات مشتركه كتير جدا ما بين الفريق انها تحصل، الكومباكت، البريسنج، الحاجات دي، ففي تعاون موجود. اخر حاجه كمان ان انت تعرف ازاي تلعب المباراه، ازاي انت تقدر تفهمها. لان دلوقتي مثلا الملاعب اللي موجوده في 2000 لعبنا على ترتان كتير، لعبنا على اراضي وحشه كتير، فازاي احنا انت تقدر دلوقتي اللعيب يقدر يتعامل مع ظروف المباراه المختلفه. ودي هتبدا تديني خبره ان انا لما اقابل فريق مثلا بيلعب زون ديفنس هعمل ايه، لما بتجيب فيه جون الماتش بيختلف خالص، انت بتروح لحته تانية خالص، فاهم؟ خلاص الماتش بيتفتح. فانت لسه كنت بتلعب دلوقتي زون ديفنس مع فرقه بتلعبها بتجيب فيها جون، الماتش تاني بيختلف. فهم دلوقتي بياخدوا خبره، انا عايزهم كمان ان هو ازاي يفهم المباراه كويس. فانت الظروف دي كلها انت بتبقى طالع من البراعم، انت مش متعلم الحاجات دي. فهم دلوقتي في طور التعليم، في طور التأسيس للحاجات دي كلها. انا دلوقتي انا يهمني ان انا اكسب، بس يهمني ان انا اكسب برضو بهويه النادي الاهلي اللي هي بتتزرع. يعني ساعات ممكن تكسب وتكون فايز، اللعيبه مبسوطه وانت كمدير فني مش مبسوط، ما وصلوش اللي انت عايزه او حققوا اللي انت عايزه من المباراه. بالظبط. لكن برضو انا ممكن هكسب، بس مثلا في ظروف مختلفه، بتلعب ضد هوا جامد، بتلعب ملاعب وحشه جدا، انت مش قادر تنفذ عليها الهويه بتاعتك. هجيلك انا في حته الصعوبات بقى اللي بتواجهها في مسابقه 2008 وهنتكلم فيها. عبد الرحمن قول لي بقى، يعني في المسابقه ما شاء الله انتم متصدرين، المباراه اللي كانت اصعب انتوا عاملين حسابها مستعدين ليها وليها تركيز اكبر؟ انبي طبعا. انبي هو اللي بينافس النادي الاهلي. هو اللي في المركز الثاني. هو احنا كنا رايحين له فرق تقريبا 2-3 بوند. فكنا لازم هناك يعني ما نخسرش او حتى ما نتعثرش بنقطه او نقطتين. كنا حاطين في دماغنا المكسب، واحنا كمجموعه يعني احنا كمجموعه قويه، فاحنا النادي الاهلي متعود على المكسب زي ما كابتن تامر قال. فاحنا كمجموعه الحمد لله قويه وبنقدر نكسب اي حد، يعني مفيش حد. هي دي المباراه انتوا كنتوا عاملين حسابها عشان انبي وراكوا، فانت مش عايز يعني يحصل حاجه. فدي اللي كان المباراه اللي انتوا كنتوا مجنونين فيها. مباراه الزمالك هناك انت كنت بدات فيها وكنت موجود فيها برضو. اهلي وزمالك بتبقى مباراه خاصه، اهلي وزمالك في الزمالك بتبقى مباراه صعبه. ده اول ديربي ليا كمان. وكان كابتن تامر كمان اول ديربي كمان اول حضور ليكم في المباراه دي. كان لسه الجهاز متغير كله. فكان الماتش صعب، بس احنا كان من جوانا عشان احنا كنا خسرين الماتش اللي قبليه، احنا رايحين نكسب مش رايحين نعمل مش رايحين نصدر. حلو قوي المفهوم بتاعك وانت جاي من وادي دجله وبقالك كام يوم وبتقولي لا ده احنا رايحين عايزين نكسب في انبي، لا ده احنا رايحين عايزين نكسب. اللهجه دي بتبقى حلوه قوي، ازاي الولد الصغير يتعلمها في قطاع الناشئين النادي الاهلي ويكتسبها منذ الصغر. استسمحكم نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع تاني مع الكابتن تامر حسن وعبد الرحمن مان، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن تامر، كان قبل الفاصل كنت بتكلمني عن الشغل الفني مع اللاعبين سواء جماعي او تخصصي. التخصصي ده مهم جدا في المراحل السنيه الصغيره. طبعا لان هم بيطلع من البراعم اساسا بيبقى عنده برضو الدفوهات معينه في واجبات المراكز. هو ما بيقدرش ياخدها كلها، فهو مثلا بيمانو مثلا او اي حد في مركز تاني بيقدر ان هو اساسا يبدا بقى في الشغل ده، يبدا يطوع المهاره بتاعته ويدمجها مع ظروف المباراه.
تمام. فيقدر، فهي دي القصه اساسا اللي هي بتبقى مختلفه عنه كتير. كمان اصلا الواجبات الدفاعيه والهجوميه بتختلف من مباراه لمباراه، فهو هي لازم اصلا يبدا يتعود عليها. كمان قوه الخصم، بتلعب بره ملعبك، بتلعب جوه ملعبك، فهي دي الحاجات اصلا بالذات التخصص والحاجات اللي هو متعود ان هو يعملها بصفه دايما عايزه تتكرر كتير في الماتش. التكرار في السن الصغير ده مهم. مهم جدا، مهم جدا اساسا بنوعيه مهاريه بتقدر تختلف ما بين مانو مثلا وبين لعيب تاني. ممكن واحد يبقى عنده قوه وسرعه، مانو مثلا عنده مهاره اكتر، فانت تبدا تطوع المهاره اللي هو فيها يبقى كويس. مش بالضروره ان كلهم يبقوا كويسين في حاجه واحده. المهم ان هو يبقى يتقن الحاجه اللي هو كويس فيها اكتر. تمام. مانو اكتر حاجه كابتن تامر حريص دايما في الماتشات او في التمرين دايما بيوجهك فيها؟ الفيرست تاتش اللي هي اللمسه الاولى. اللمسه الاولى على الجول؟ لا، اللمسه الاولى اللي بتوديك للجول. يعني على طول عشان اعرف اروح للجول كابتن تامر بيخليني اتعلم الفيرست تاتش دي. دي بتبقى اهم حاجه. هو كده مع حطيت حاجه اللي هي الكومبو دي. الكومبو ده بيبقى الفيرست تاتش والرؤيه والفينشنج. دول ثلاث حاجات، من غيرهم لو ناقص واحده ما الهجمه باظت او نفسها مش هتعرف تسجل منها. انت جبت كام هدف دلوقتي مع الفريق؟ 13. كام؟ 13. 13 ما شاء الله. ده في كام مباراه؟ انت جيت في اول في نص الموسم؟ لا لا، في اوله. في اول الموسم ضميت في اول ماتش. طب كويس، ده نسبه كويسه. انت بتلعب طرف شمال. دي برضو معانا لقطات ليكوا في بعض المباريات. دي ده هدف ليك يا مانو في دجله. ده كان في دجله في فريقك السابق. تواجدك في المكان ده بالرغم انك بتلعب طرف شمال، لا يعني دي كانت كره ثابته صح؟ تواجدك انك تدخل ال 18 كتير عشان تسجل، يعني انت لعيب بتحب تروح للمرمى كتير، بتحب تسجل. في لعيب ممكن بيلعب طرف شمال او طرف يمين هو بيحب ملتزم بالخط اكتر. بالظبط. انت بتزرع في الحته دي يا كابتن تامر؟ في احنا بنتمرن على حاجات كده معينه. لو المهاجم عندك عمل دروبنج يعني نزل، فمانو يقدر يخش هو والجناح الثاني يبقوا الاثنين موجودين في العمق. دي اهداف ثانيه عندنا برضو احنا بنتكلم ده في المحله. دي مباراه المحله. ده خلي بالكم بقى من الهدف ده، هدف من الاهداف الحلوه جدا لضيفنا النهارده عبد الرحمن مانو. لا لا، لازم نرجع بالهدف ده ثاني يا دكروري، وعايزين نحلله تاني واحدة واحدة مع الكابتن تامر. ده كانت كرة ثابتة للمحلة على 18، حارس المرمى اتعامل معاها بشكل كويس. هنا عبد الرحمن منو الاستلام، شاركنا بقى كابتن تامر هنا الاستلام. هو دي الفيرست تاتش اللي بيقولها. أيوة. الفيرست تاتش اللي قال عليها مانو دلوقتي. الكومبو، هو خد القرار. واتحرك، فاهم؟ خلاص. والفينشنج النهائي، هم دول الثلاث حاجات اللي هو لو عملهم صح الكره هتطلع من تحت رجليه صح. الاستلام حلو، انه محضر نفسه. بالزبط. في المساحه الفاضيه. كمان الجرأة او اتخاذ القرار ان انا ازق ومساحه. ثاني حاجه، ثالث حاجه الجري بالكوره. الكوره ما طولتش مني ولا يمين ولا شمال. الهدوء بقى اللي كنا بنتكلم عنه في ال 18. فالفينش الثلاث حاجات اللي هو عملهم الثلاثه مظبوطين هيطلعوا حاجه. وبعدين دي احنا متعودين ان ده ترانزيشن. هجمه مرتده. احنا متعودين في الضربات الثابته هو بيخش جوه الملعب لان هو عنده سرعات. فاحنا متمرنين عليها ان هي اول ما الحارس او الدفاع يطلعها. هو بعد كده يروح يعمل هجمه مرتده. خلي بالك الهدف ده عبد الرحمن لما كنا احنا بنذيع الاهداف خدنا الهدف ده هدف الاسبوع عندنا هنا في برنامج الاشبال وعلقنا عليه، وكان هدف من الاهداف الحلوه. لا، هدف جميل، هو يستاهل كمان اكتر من كده بكتير. حريص انت كابتن تامر، انا شايف حتى في هدف وادي دجله ان هو داخل 18 في الهدف ده ما بيلعبش بره على الطرف دايما، ان يعني دايما جوه داخل ال 18. ده هدف برده يعني لا ده ما سجلش، بس تحضيره للكره برده تحضير حلو. اتخذ القرار. بس هو فرق معاه ان هو بدل ما يحطها بقى في القريبه كان يحطها في البعيده. هو دايما الكومبو هتلاقي فيها حاجه، فاحنا بنصلح. ونقعد نتكلم مع بعض القرار ده انت خدته ليه، طب في احسن منه. علشان هي دي الخبرات بقى اللي انا بقول لحضرتك عليها. فاهم؟ ان انت تقعد تحسن لهم القرارات، فبعد كده لما تحصل في ماتشات ثانيه او كور ثانيه يقدر ان هو اصلا بعد كده ان هو يتعامل معاها. في السن ده الفيديو مهم طبعا، ان الولد زي هجمه زي اللي حضرتك بتقولها دلوقتي لازم كان يحطها في البعيده. بتجيب له اللعبه ويقعد يتفرج عليها مره واثنين وثلاثه. ومش ليه بس، طبعا للفريق كله، وحتى الفريق كله، حتى لناس بيلعبوا مكانه بره. اجانب او مصريين. في ثلاث حاجات للتواصل، انت هنتكلم مع بعض وهتشوف والتمرين، هم دول الثلاث حاجات اللي احنا بنتواصل فيهم مع اللعيب دايما. فاحنا بحاول بالثلاث حاجات دول ان انا اوصل لهم بالمعلومه اللي انا عايزها بشكل كويس. حلو. بتتفرج دايما على نفسك يا عبد الرحمن بعد ما
مش هقول لك الاهداف، الهدف طبعا هدف حلو، لكن لما من الاخطاء بتقعد بتكرر وتشوف وبتتعلم وبتروح تسال الكابتن تامر. هو كابتن تامر اصلا انا بروح اساله فهو بيجاوب لي على كل حاجه يعني ناقصاني. مثلا انا فاكر كان في ماتش اللي هو قبل الماتش سموحه اللي فرجنا عليه، كان جابني كده احنا رايحين الطريق وقعد يفرجني على حاجات مخصصه لمركزي. ومش لي انا بس، برضو زملائي في الفرقه كويس قعد يفرجهم كلهم، والحمد لله كسبنا يعني الماتش ده. ده برضو كره تانية كانت مفروض زي ما الكابتن قال تتحط في الزاويه البعيده، برضو فرصه ضائعه. كابتن تامر واحنا بنتفرج على لقطات كده واحنا بنتكلم عن مسابقه 2008، انت قلت لي من ضمن الصعوبات اللي بتقابلكم في المسابقه دي الملاعب. طبعا. ايه برضو غير الملاعب الصعوبات اللي انت بتواجهها في في مسابقه 2008؟ التراكم بقى المباريات دلوقتي، احنا بنلعب اثنين وجمعه. ليه اثنين وجمعه ليه؟ والله بنلعب اثنين وجمعه. يعني ليه في السن الصغير ده اضغط ولاد صغيره؟ علشان نخلص قبل رمضان، وبرضه هنخلص هنلعب ثلاث مباريات في رمضان فعايزين نخلص بسرعه. طب وليه ما بداش قبل رمضان؟ وليه الحاجه الثانيه ما نلعبش في رمضان؟ ودي حاجه في ملاعب مضاءه وتلعب بالليل، ليه ما يبقاش؟ لا ودي حاجه اساسا ان هو كان عندك فرصه ان انت تبتدي بدري شويه المسابقه وكنت تخلص براحتك يعني. لكن هي دلوقتي الضغط اللي هو بتاع المباريات مخليك عندنا اصابات برضو مش سهله، برضو تراكم المباريات بيخلي الولاد تحت ضغط جامد. دي المباراه اللي احنا زعناها النهارده. ده مروان برضو من اللعيبه الكويسه جدا. طب ما تقول لنا بقى الاسماء كده. لا بس فرصه بقى ما تنساش حد علشان ايه؟ لا يعني كلهم لو نسيت حد مش هتدخل التمرين بكره. ده مهند طبعا مع مروان. مهند وده هشهش احد كبات الفرقه. حد كويس جدا الصراحه، احنا كلنا لعيبه كويسين يعني. ده شندي ده جون حلو قوي برضو من مانو. بص الفيرست تاتش حلو قوي. حلو ده مين اللي احرز الهدف ده؟ مانو برضو. بس طبعا شندي عملها له حلوه جدا. وده محمود غالي. حلو قوي ده برضو. انا عاجبني الروح بقى. هنا الروح الجماعيه الفرقه كلها. حلو قوي. حتى السجده بعد ما بيسجلوا تلاقي الفرقه سجدت. الروح الحلوه دي من وده الصغر لما كابتن الفرقه ده بلال عطيه. حمزه خلي بالك بلال عطيه واحد من النجوم اللي انا استضفتهم عندنا. ده برضو مانو برضو فيرست تاتش كويسه وعنده قرار كويس ونهايه كويسه. الكومبو اتعمل بشكل حلو كويس. ده ادم. قول لي بقى عبد الرحمن مانو، واحنا كنا بنتكلم دلوقتي مع كابتن تامر، جيل 2008 هيبقى جيل ليه منتخب وهيتكون خلال الفتره اللي جايه بقى، يعني امنياتك ان شاء الله بعد التالق ده تكون موجود في منتخب مصر؟ طبعا اكيد اكيد، ومش انا بس، انا وبرده ناس كتير من الفرقه. يعني ان شاء الله ياخدوا الفرقه كلها يعني، فاهم؟ يبقى منتخب مصر طبعا، يبقى انجاز للمدير الفني. منتخب القاهره كانوا واخدين 17 لعيب. 17 يعني اصلا الاساسي بالاحتياطي كده. فان شاء الله باذن الله انا متوقع لهم ان هم هيبقوا جيل كويس في منتخب مصر وهيعملوا حاجه كويسه. وانت راجل واحد يعني متمرس بقى في منتخب مصر يا كابتن، وليك خبرات كبيره وانت شغال مع 2008، يعني شايف ان شاء الله جيل 2008 عموما وانت معاك النادي الاهلي دلوقتي فرقه النادي الاهلي وبعينك على الفرق الاخرى. لا في جيل كويس بس محتاج اعداد قوي بقى، اعداد خارجي. انك تعد لعيب ما طبعا انك تعد لعيب دولي ده قصه تانية مختلفه. طبعا الاحتكاك هنا مش قوي قوي بالنسبه، هم ثلاث اربع فرق بشكل كويس، لكن انا عشان اعد مثلا واحد زي مانو ان انا اعده ان هو لعيب دولي هو وزمايله لازم احتكاكات كتير سواء جوه او بره. معانا الجدول دلوقتي، جدول ترتيب دوري الجمهوريه مواليد 2008. معانا اول سبع فرق، الاهلي لعب 25 مباراه فاز في 19 تعادل في 3 هزيمه 3 ل 60 نقطه. امبي في المركز الثاني 59 نقطه، الفرق هنا قليل جدا فرق نقطه. زيد في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، الزمالك في المركز الرابع 52 نقطة، والإنتاج الحربي وفاركو وفيوتشر، يعني هو ده الترتيب. احنا متبقي كم؟ خمس مباريات. خمس مباريات. ماتشاتنا ايه الخمس مباريات؟ عندنا الإنتاج الحربي اللي جاي والزمالك بعديه. وبعد كده عندنا خلي بالك مباريات المحلة والقناة وزد. خلي بالك مباريات مباريات جامدة حلوة. أنا مبسوط إن هم محطوطين تحت الضغط ده، لأن الضغط ده هيخليهم يدوم ثقة جوه الملعب. حلوة المنافسة، لما تبقى موجودة المنافسة وأنت صغير هتبقى بالنسبة لهم كويسة. مانو قول لي بقى، والفرق يعني مش كبير،
يعني فرق ما يسمحش ان احنا النهارده نفرط في اي نقطه، فرق يعني قليل، محتاجين نركز انتوا كلاعيبه بقى بينكم وبعض. بطوله 2008 ولو حققتوا انجاز البطوله دوري الجمهوريه بطوله قويه، شعوركم هيبقى ايه؟ الشده وتتكلموا مع بعض ازاي انتوا كلاعيبه مع بعض؟ وصراحه قبل كل مباراه كابتن بلال اللي هو كابتن الفرقه هو بلال محمد عطيه او بلال عطيه هو اللي بيكلمنا وبيشجعنا وبيقول لنا الدوري ده بتاعنا، ما ينفعش اسمه ايه نخسر اكتر من كده. بس الحمد لله يعني ان شاء الله مش هنخسر اي نقطه كويس. وخمس ماتشات الجايين دول خمس خطوات على البطوله زي ما كابتن تامر قال. ما ينفعش نخسر اي نقطه فيهم. غير كده انك رايح لزد اخر ماتش في زد، مباراه قويه برضو. زد عنده في رمضان قطاع ناشئين قوي في رمضان، فده تقريبا هتحسم الدوري في اخر ماتش ان شاء الله. تحسموا بدري ان شاء الله، تقدروا تكسبوا وانبي يتعثر والامور ان شاء الله والامور يعني تحسم بدري ان شاء الله. والضغوطات دي اللي بتعمل لعيبه كبيره يعني. ما خلي بالك الضغوطات دي انت لما تتعلمها من الصغر في النادي الاهلي خلاص تعتادها وانت كبير، هتمر بيها وانت لعيب كبير في الدرجه الاولى ان شاء الله، فالامور بالنسبه لك خلاص اتعودت عليها. عندنا ايه يا دكروري؟ صور. طيب دي بعض الصور هنا كانت تتابع مع اجيال مختلفه، انت كنت موجود معاها في منتخب مصر. ده ايمن اشرف، ده منتخب المحليين. ده المحليين ده لما اتقابلنا واحنا كبار بقى شويه. بعد عمر شويه كده كان منتخب المحليين وكنا مسافرين المغرب. ده كان كلهم كانوا جيل واحد معايا وهم صغيرين، وبعد كده منتخب المحليين. تمام. عندنا صور ثانيه هنا، دي صورة في الوحدة الإماراتي قبل ما أجي. أنت اشتغلت برضه بره مصر يا كابتن؟ اشتغلت في السعودية، أهلي جدة السعودي والوحدة الإماراتي اشتغلت. هنا الصورة دي ده الجيل بقى بتاعنا، هتلاقي محمد صلاح اللي قاعد أبيض أهو، لابس أبيض في النص. محمد صلاح اللي في النص ده كان جيل لابس أبيض، هو الوحيد اللي لابس أبيض. منتخب الشباب ده كنا في كولومبيا، ده كان كأس العالم. هتلاقي حجازي وصالح جمعة، أيمن أشرف، محمود علاء موجود، عمر جابر، محمد ابراهيم، حسين السيد، الشناوي، محمد النني، احمد حجازي، احمد نبيل مانجا. الجيل ده وصل كاس عالم صح؟ لعبنا كاس عالم في كولومبيا. والجيل الوحيد تقريبا اللي عمل نتيجه ايجابيه مع البرازيل في مصر كلها، تعادلنا 1-1. وعدد كبير منه طبعا كمل لمنتخب مصر الاول، واصبح دلوقتي قوام لمنتخب مصر الاول. كانوا يستاهلوا بصراحه. عندنا صور ثانيه يا شباب. ايوه، بطوله الدوري مع اهلي جده السعودي. قعدت هناك خمس سنين، ده في الجونة. يعني صور جميلة كلها. أنا مبسوط أكتر إن أنا موجود في النادي الأهلي، وأنا واحد من أبناء النادي الأهلي، وأتمنى إن شاء الله إن أنا يعني أسيب بصمة جوه القطاع إن شاء الله. وإحنا إن شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق يا كابتن تامر، وزي ما استضفناكم النهارده إن شاء الله نستضيف الفريق كله إن شاء الله في نادي 2008 بالجهاز الفني إن شاء الله، وأنتوا واخدين بطولة الجمهورية بإذن الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن تامر. شرف ليا يا كابتن أسامة، ومبسوط إن أنا كنت موجود مع حضرتك. كل سنة وحضرتك. وإحنا كنا أسعد وأنت طيب. شرفتنا يا مانو، وبالتوفيق ان شاء الله. كل سنه طيب يا كابتن حبيب، شرف ليا. وانا بشكر ضيوفي كابتن تامر حسن وعبد الرحمن مانو، وبتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق، ونحتفي بيهم ان شاء الله لما فريق 2008 يقدر يفوز ببطوله دوري الجمهوريه. اخر كلمه هقولها للاعبي النادي الاهلي، ان شاء الله يوم الجمعه القادم عندنا مباراه مهمه، مباراه رد الاعتبار، هعتبرها مباراه الفرصه الاخيره، لكن هي مباراه بعد هزيمه النادي الاهلي امام صن داونز، لازم الرد يكون من لاعبي النادي الاهلي. خلاص الكلام خلص، لكن الرد والفعل يكون من لاعبي النادي الاهلي. نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق، ونشوف ان شاء الله، ننتظر بقى مباراه السبت القادم، لكن احنا نعمل اللي علينا اولا. المباراه يوم الجمعه القادم، البدايه ان احنا نعمل اللي علينا ان شاء الله، ويعني وننتظر يوم السبت القادم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم، وان شاء الله يكون معانا حلقه نحتفي ان شاء الله بفريق 2005، اول فريق يفوز ببطوله في هذا الموسم في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوف حضراتكم ان شاء الله يوم الثلاث وحلقه جديده من الاشبال.